جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح أخونا ملفي رابع ملفي العمري أو العمري من ضواحي الليل، يسأل أيضا هذا السؤال: ماذا يجب على المسلم في وقت إعراج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأني لاحظت أن بعض الناس في وقت المعراج يذبحون الذبائح. لا يجب على المسلم شيء، بل لا يجوز له أن يتخذ مناسبة المعراج للاحتفال أو لذبح الذبائح، لأن هذا بدع، لأن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من أهل العلم المعتبرين يحتفلون بمناسبة الإسراء والمعراج كما يفعله المبتدع بعض المبتدعة الآن. إن هذا من البدع المحدثة التي يجب النهي عنها. نعم.